In the name of Allah, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome in Muntaza Private School. Hello, Great Six. معاكم Mrs. Himmat. هنشتغل النهاردة يا حبايبي. Test on Unit 3. يلا بينا نبدأ مع بعض كده. نجهز القلم بتاعنا ونبتدي نركز في الأسئلة. السؤال الأول في التست Many Dialogue. Many Dialogue ده عبارة عن سؤال مكون من شقين. سؤال وأنا بجاوب عليه وإجابة وأنا بحط لها السؤال. طيب نشوف الجزء الأولاني. What must kids do after dinner? What must kids do after dinner? يعني إيه اللي الأطفال بيعملوه بعد تناول العشاء؟ After يعني بعد، والopposite after يعني before. طيب What must ماذا يجب على kids الأطفال أن يفعلوا بعد العشاء؟ بنشيل what اللي هي ما أو ماذا وبنبتدي نجاوب بالفاعل. شايفين طبعا احنا عندنا هنا must، وقلنا must دي من الأفعال المساعدة اللي احنا مش بنستغنى عنها في الإجابة، بتنزل معانا تاني في الإجابة. بنعمل ايه؟ بنحط الفاعل الأول subject وبعدين نبتدي نحط must. فحنقول ايه؟ kids must do washing up after dinner. طب انا اقدر اشيل kids واحط مكانها حاجه تاني؟ اقدر احط they. ممكن اقول they must do washing up after dinner، يعني يغسلوا الاطباق بعد العشاء، بعد تناول العشاء. يبقى الاجابه kids must do washing up after dinner. طيب نشوف السؤال التاني. طالب مني سؤال والاجابه بتقول I can find bandage plaster and plaster and cream in a first aid kit. يعني انا اجد، استطيع ان اجد او اجد البلاستر والضماده والكريم فين؟ في صندوق الاسعافات. يبقى انا هسال بايه؟ انا الحاجات اللي موجوده قدامي دي غير عاقل، يبقى انا هستخدم اداه ايه؟ وات، اللي هي بتسال عن العاقل. وات كان يو دو ان ا فيرست ايد كيت. وات كان يو دو in a first aid kit. ماذا تجد في صندوق الإسعافات الأولانية؟ واخدين بالنا إن كان موجودة في الإجابة، طلعت تاني في السؤال. حطيت وات الأول وبعدين رحت جايبة كان وعملت مقص ما بينها وما بين السبجكت. What can you find in a first aid؟ استخدمنا كان، يبقى must. وكان من الأدوات اللي أنا بستخدمهم في السؤال وبرضه بينزلوا معايا في الإجابة، من الأفعال المساعدة اللي احنا مش بنستغنى عنهم في السؤال أو في الإجابة. تمام، يلا بينا ننقل على السؤال التاني. الدايلوج ده بقى لازم نقرأ السؤال كله على بعضه، علشان أنا ممكن أحط إجابة وتكون موجودة غلط، مش موجودة تحت مش عايزاها. طيب الدايلوج ده between mother and Tina. mother بتتكلم مع تينا، بتقول لها إيه؟ Your room is in a mess. Your room is in a mess. يعني أوضتك مكركبة قوي ومدربكة. ماما هتسأل تينا سؤال، فتينا تقول لها I'll do it tomorrow. أكيد طبعا ماما هتسألها إيه؟ لما الأوضة مكركبة هتروقي الأوضة إمتى؟ أو هتعملي أوضتك إمتى؟ فالسؤال هيبقى إيه؟ أكيد أنا عايزة وقت، لأن هي في الإجابة قايلة لي tomorrow، غدا. يبقى ماما هتقول إيه؟ When will you I will اتحولت الى will you. when will you do it او when will you tidy your room. when will you tidy your room. امتى هترتبي اوضتك؟ ردت تينا I'll do it tomorrow، هعملها بكره يا ماما. mother سالت تينا تاني، سوري mother كلمت تينا تاني، قالت لها if you don't collect your toys، if you don't collect your toys you، هتقول ايه بقى؟ will trip over. you will trip over، هتتكعبلي. تينا ردت وقالت of course I will، ايوه انا هعمل اوكي يا ماما. mother you must make your bed، you must make your bed، يعني لازم ترتبي السرير بتاعك. تينا قالت but mom I'm busy، but mom I'm busy، يعني أنا مشغولة مش فاضية يا ماما. mom قالت
Cleaning your room is part of your work. Cleaning your room is part of your work. دلوقتي بقى يا حبايبي هناخد سؤال كومبليت جايب لي dangerous, washing up, light, matches. dangerous يعني خطر, washing up قلنا اللي هي يغسل الاواني, light بمعنى ضوء او خفيف او يشعل, matches اللي هي عيدان الكبريت او اعواد الكبريت. نشوف الجمله الاولانيه بتقول ايه. There are a lot of dirty dishes, so I'll do the ايوه فكرنا, washing up. Number 2, my father wants to light a cigarette, but he doesn't have any. بص لايت هنا جات لي بمعنى ايه؟ يشعل. But he doesn't have any يبقى ايه؟ matches. It's dangerous to play with a knife. It's dangerous to play with a knife. يلا بينا بقى السؤال اللي بعديه. Choose. I'll the washing up after lunch. I'll make ولا do ولا put. I'll do. Bravo. I'll do the washing up after lunch. You dot run down the stairs. You run down. تجري على السلم, ده صح ولا غلط؟ طبعا ده خطأ. يبقى you mustn't run down the stairs. He mustn't swim after lunch. Before lunch. They brush their teeth. They go to school. Before they go to school. Number six comes after. Number six comes after. Six بيجي بعد, يعني عايز الرقم اللي قبله على طول اللي هو مين؟ عندي 5 و 8 و 7, يبقى نختار ايه؟ 5. يبقى number 6 comes just after number 5. ليه اخترنا 5؟ لانه بيقول لي ايه؟ comes after, بيجي بعد مين؟ يبقى انا محتاجه ايه؟ الرقم اللي قبله. مين اللي قبل ال 6؟ يبقى ال 5, لان بنقول 3 4 5 6. تمام. Goodbye grade 6. We will meet again in another video. Thank you.